لسه بفكر اعمل ايه، بفكر اعمل حاجه جديده جدا يعني. عندي الحاله بس انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل برضه ابتكار وانت جديد. لا لا ان شاء الله تجريب برضه. معلش على السؤال الاخير برضه، معلش. انا اسف. اتفضل. هو حضرتك سؤال مهم حضرتك، هو انت اللي محدد كمان وجود الحاجه؟ لا سؤال مهم حضرتك جدا اكيد. قول لي لاست كويشن. دول فرنساوي ايه؟ تقول دلوقتي حضرتك كان في كليب حضرتك عامله اسمه فيسبوك، تمام؟ حضرتك كنت اتكلمت انت من جيل الاي سي بي والام اي ار سي والحاجات دي، ومالكش علاقه فيه او كومنتات كتير فيه، بتنزل اخبار فيه كتير، فحضرتك بتتعامل ازاي مع الحاجات اللي زي كده؟ بحسبي لا يعني مثلا اخبار كده من هنا، احمد كذا كذا كذا، صفحات على الفيسبوك كتيره. ايوه ما تعرفش حضرتك مثلا عايزين نتواصل معاك مثلا، ما اعرفش انا واحد. ما انا عشان كده عملت سك ملواني، وعلى فكره اتعمل برضه 60 سك ملواني، واحد دبل ال، واحد سك ملواني مقطع، مش فاهم اعمل ايه بصراحه. بس عملت الاكونت ده وكان كلام حلو، كان الاطفال بيردوا. ما هو ده يبقى موضوع كبير بقى، مش هقعد اعمل كده كل شويه. انا نفسي هبقى مش طايق نفسي لو عملت كده يعني. عملت اللي عليا، عملت سكه ملواني وعملت فيه لايف عشان الناس تعرف ان حقيقي. لايف عملته مع بيومي فؤاد اللي طلعني فيه برضه، ده كان على الصفحه الرئيسيه، علشان دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تعرف ان ده حقيقي ولا لا. بس مش هتعرف لو حد عمل حاجه فيك وكتب حاجه، ده مش هتعمل يعني خلاص يعني قانونيا مثلا يعني شتاتها في الحاجة.